طبعا المطلوب من تركيا تجاه شمال سوريا هو تحسين الواقع الاقتصادي للمناطق المحررة عن طريق ترك المجال مفتوح للتجاريين والاقتصاديين وتأمين المعامل الصناعية داخل المناطق المحررة، بالإضافة للسماح للاستيراد والتصدير من هذه المناطق وحرية الحركة التجارية وتصريف المواد المنتجة من المناطق المحررة إلى الأراضي التركية والتصدير الخارجي، بالإضافة إلى الاعتراف بالوثائق الرسمية والأوراق الرسمية وإصدار جوازات السفر وترك حركة المعابر مفتوحة أمام الحالات الإنسانية وبشكل دائم ومستمر. الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة سيء جدا، وذلك بسبب إغلاق جميع المعابر وخصوصا المعابر الواصلة لدول الخارج عن طريق تركيا. نحن من هنا من مدينة عزاز نطالب الجانب التركي بفتح المعبر لتسهيل الحركة الاقتصادية والبشرية أمام المواطنين في الداخل، إضافة لتحقيق الاعتراف بالمؤسسات السورية الموجودة والتي ترعاها تركيا في الداخل. على سبيل المثال جامعة حلب في المناطق المحررة لتضم 7000 طالب لا يوجد اعتراف فيها في الكامل، نطالب باعتراف حقيقي. إضافة لموضوع جوازات السفر، الكثير من الأمور التي بحاجة نحن هنا للاعتراف للعيش بشكل طبيعي ضمن هذا العالم واقف على الجانب التركي ولا تحقيق مزيد من الاعتراف فيه. المطلوب من تركيا في الشمال السوري المحرر هي حماية قاطنين هاي المناطق والمخيمات المنتشرة ضمنها من القصف اللي عم يتعرض له من قبل قوات النظام أو من قبل الطيران الحربي الروسي. شفنا خلال الأسبوع الماضي تعرض منطقة اللي هي تحررت من تنظيم داعش عم تعرض لقصف روسي، فما بالك في مناطق هي متحررة من قوات النظام. فالمطلوب منا أنه يكون في جدية أكثر وموقف صارم أكبر بما يخص حماية المدنيين في المناطق الشمال السوري المحرر من قبل تركيا. اللي بيطلبوا من الحكومة التركية تأمين مشاريع صغيرة للنساء ضمن منزلها. هلأ لما السيدة نحن عم نعطيها مشروع صغير ضمن المنزل، عم تشتغل هي وولادها بنات صبيان شباب كلهم ضمن البيت عم تشتغل، عم بيأمنوا حياة كريمة من دون ما يكون بيعازل أي إنسان، كونها صارت المرأة أكثر عبء تحملته، هي المعيل الوحيد في البيت، هي الأم والأب والزوجة والكل أخذت دور العيلة كلها هي السيدة. رجاء الأول والأخير من الحكومة التركية تنظر بعين الاعتبار على هاي المواضيع ونأمن مشاريع خاصة بالنساء ضمن منازلها، وكمان في شباب نأمن لهم فرص عمل داخل المحرر بالمناطق التركية. طبعا من منطقة عزاز أهم شيء في المناطق المحررة في الوقت الحالي هو التعليم والاعتراف بالوثائق التعليمية الصادرة عن المناطق المحررة. هناك عدة جامعات مثل جامعة حلب، جامعة الشام، جامعة النهضة، نرجو العمل على الاعتراف على هذه الوثائق الصادرة من هذه الجامعات، بالإضافة إلى مشكلة جواز السفر. يصعب علينا كقاطنين في المناطق المحررة استخراج جوازات سفر من مناطق النظام الذي لا نعترف بوجوده أصلا، بالإضافة إلى العمل على وحدة مركزية لجميع المناطق المحررة من عفرين إلى جرابلس، بحيث تكون مثلا نمرة واحدة، وثيقة واحدة، إدارة شرطة واحدة، إدارة محافظة مصغرة لإدارة هذه المناطق وتوزيع مواردها البشرية مواردها الاقتصادية بشكل متوازي يلبي الاحتياجات. بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي في الشمال، أكثر من 75% نسبة بطالة، نطالبهم بالعمل على توفير فرص عمل لفئة الشباب العاطلين عن العمل في ظل التهجير القسري، حيث أن أكثر من 500,000 نسمة يعيشون في الخيام. المطلوب من الجانب التركي وخصوصا في المناطق المحررة ومدينة عزاز، أولا الاعتراف بالوثائق الرسمية الصادرة عن المناطق المحررة مثل الهويات وجوازات سفر عدم توفرها في المناطق المحررة، والوثائق الرسمية مثل الهويات. لحد الآن بالمناطق المحررة في كتير أشخاص ما عندهم هوية وبيصعب عليهم الدخول للمناطق النظام اللي هو بالأصل نحن ما معترفين فيه ولا بأي وثائق منه،
في عنا فتح المعابر للمدنيين، في كتير أشخاص أهليهم وأقاربهم ساكنين بالمناطق التركية ما بحسن يزورون من عدة سنوات، وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال إيجاد فرص عمل للشباب وخاصة خريجين جامعات الذين يعني يقضون بدون أي عمل بسبب عدم اعتراف بعض شهاداتهم. طبعا التزامات تركيا كانت تجاه الشعب السوري بصراحه التزامات ضعيفه، يعني الشمال السوري عايش حاله عدم استقرار امني، علما انه تركيا يعني مسيطره بشكل كثير كبير، في قواعد عسكريه، في مخافر حتى تابعه نوعا ما لتركيا. تركيا استلمت مفاصل المناطق الشمال السوري بشكل كثير كبير اقتصاديا واجتماعيا، يعني لحد هلا في كثير شباب ما معهم هويات بسبب انه تركيا لحد هلا ما اوجدت نظام سجل المدني، ما أوجدت أنظمة تضبط حياة الناس في مناطق الشمال السوري. على الناحية الأمنية كل يوم نسمع بتفجيرات، نسمع باغتيالات في مناطق مسيطر عليها من قبل هيئة تحرير الشام، مناطق مسيطر عليها من قبل الجيش الوطني في مناطق الشمال، علما أن المناطق كلها هذه تخضع للنفوذ التركي بشكل كثير كبير، ولكن للأسف ما في استقرار، ما في أمان، ما في ضبط للعملية الأمنية. طبعا نحن بنتمنى أنه تركيا تأخذ دورها بشكل كتير كبير وتقدر تصنع تغيير اللي كان عم بينشده الشعب السوري. الشعب السوري حاليا عايش فترة ضياع، عايش فترة حالات خوف من تقدم النظام. تركيا ما قدرت فعلا تضبط علاقاتها مع النظام السوري أو الدول ذات الشأن بالقضية السورية، ما قدرت تمنع النظام من التقدم أو حتى ترجعه لورا، ولكن نتمنى أنه تقدر تاخذ قرار وتقدر تشتغل شيء اجتماعيا للناس.